اهلا وسهلا. بونجور كابتن. هيدا الشاي اللي طلبته. من المعروف. يكرم عينك. اهلا وسهلا بكم، انا الكابتن سعيد، نتمنى لكم رحله سعيده. نحن موجودين على علو 35 ألف قدم فوق سطح البحر، وما تخافوا هلأ عم نحس بشوية ارتجاجات لأنه وصلنا تقريبا يعني فوق منطقة مطبات هوائية. يا رب تنجينا، يا رب تنجينا، أكلناها أكلناها، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تحزونا يا جماعة، سوري يعني بس المضيفة وقعت علي فنجان الشاي الصخر. مش بغض. ولو بتشوفوا شو صار ببنطلوني من قدام. يا وين طز فيك من بنطلونك، تعال شوف شو صار ببنطلوناتنا من ورا.